لما تقرأ في كتب هؤلاء تجد أن هذين الرجلين أثرا في كل الجماعات المتطرفة والإرهابية على مر التاريخ. لعل السادة المشاهدين يتعجبوا، يمكن الكلام على سيد قطب قيل كثيرا، لكن على ابن تيمية لم يقل هذا الكلام. لو حضرتك رجعنا للجماعة الإسلامية اللي قتلت السادات سنة 81، هتلاقي محمد عبد السلام فرج اللي ألف كتاب الفريضة الغائبة بيعتمد على فتاوى ابن تيمية في قتل الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله، دولة كافرة، وربما أقرأ لك بعض هذه النصوص فيما بعد. لو رجعنا إلى جماعة الإخوان المسلمين تجد الكثير منهم بيستقي فكره من فكر سيد قطب الذي سيحكم بين المجتمع الجاهلي والمجتمع الكافر، وسنقرأ نص الكلام في ظلال القرآن وفي معالم في الطريق. لو رجعنا للشوقيين ورجعنا للسماويين، كل هذه الجماعات والدواعش، كل هذه الجماعات لما تقرأ أفكارها وتقرأ الكتب اللي يكتبوها تجد أنها لم تخرج عن هذين الرجلين، عن ابن تيمية وعن سيد قطب. ابن تيمية رجل أحدث ضجة منذ قديم، ولذلك الأزهر الشريف، الجماعات العلمية التي لها جذور وأصول عبر التاريخ، لم تعتمد ابن تيمية في دراسة العقيدة ولم تعتمد عليه في دراسة المذاهب الفقهية. لو رحت للزيتونة، لو رحت للأزهر، لو رحت للمغاربة في إفريقيا الذين ينتمون للمذهب المالكي، ولو جيت للأزهر الذي ينتمي للمذهب الأشعري والمذاهب الأربعة، كل المؤسسات العلمية، وأنا منذ زمن وأنا طالب أتساءل طب ليه ما اعتمدناش ابن تيمية رغم هذه الضجة التي حول الرجل وبعض السلفية الجهادية وبعض كذا ينتمي إلى ابن تيمية وشيخ الإسلام وإلى آخره. تجد المذاهب الأربعة في الأزهر، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ابن تيمية خارج هذه المذاهب. تجد الاعتقاد الأشعري هنا في المغرب في الزيتونة، ما فيش الإمام الأشعري هو أو الحسن الأشعري والإمام الماتريدي هما العمدة الأساس في مذهب أهل السنة.